شو عم تعمل انت؟ اللي فقدت عقلك شي؟ انا ما عم اجبر على شي يا كاران. انا بدي اياها تلاقي حل ترددها مو اكتر. يلا خلونا. اليوم رح تخبرني شي ما قدرت تقوله. بالاحتفال بتنحل الخلافات بين الناس صح؟ وبالمسامحة والنسيان. ما حدا منهم رح يزعجها اليوم، بس رح تضربك. وأكيد هي رح تضربنا نحن الاثنين وتطردنا كمان. أنت ليش عم تعمل هيك؟ ها؟ لك هي طالعتك من بيتها وأمك حاولت تموت حالها، بس أنت أنت بدك ترجع تعمل لنا قصص. ليش بدك تعمل لنا مشكلة اليوم؟ ما رح يصير شيء، وأنا كمان قلقان على ماما. بس كوري بالبيت ورح تدير بال عليها، لا تقلق. يا فيديكا لازم تقاتلي كرمال الشخص اللي بتحبيه. انت ما اعترفتي بحبك لإلي، بس بتعترفي اذا كنتي بموقف ضعيف. انت رح تخليها تكون ضعيفة؟ كيف؟ مو انا. مين؟ رح ورجيك. ايه يلا لك شبك. لا 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 سهيل، غلط هيك كاران. نحن عم نتعامل بشكل سيء من قبل المجتمع. الرجال معصب. كل هالقواعد والقوانين ما بقى رح يكون إلى قيمة. هنن سبب كل مشاكلنا، مشان هيك عم قول بتخاف تحكي مشاعرها تجاهي. أول ما تعترف بمشاعرها نحن رح نقاتل سوا، ورح نقاتل ضد هذا المجتمع، كمان ضد العالم إذا اقتضى الأمر. ما رح يوقفنا حدا. المجتمع ما بيقدر يمنع اثنين بيحبوا بعضهم أنهم يتحدوا. المجتمع له تأثير كبير. ايه له تأثير. هلأ تأثير مايا. بالتوفيق. لا 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 لحظة. لا 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 لا, لا استني مايا. مايا انت مايا. انت فقت عقلك ما؟ انت ضل فيك عقل ليش؟ اليوم احتفال، خليك رومانسي شوية يا كاران. انا منيح بس عشان عشان كتير في ضجة. عيد سعيد. مايا بس انا قلت لك انه مالي خلق احتفل هالسنة. ونحن ما رح نعمل شيء. لا تحتفل السنة، خليكي طبيعية على الأقل. شو قصدك يعني؟ قصدي انه اليوم ما تتوتري ولا تفكري بشي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.